الحالات ان شاء الله هتكونوا كامل بخير. اليوم غادي ندير لكم الوصفه تاع لي غوفر، وصفه بزاف بنينه وسهله وسريعه التحضير. بالنسبه للبنات اللي راهم جدد معانا، نقولكم مرحبا بكم في القناه تاعي دريمز اتش اس ان. ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبدأ في طريقة التحضير. عندي هنا 250 غرام تاع لافارين، نزيد عليها 1 ساشي تاع الخميرة الكيميائية، نضيف 50 غرام سكر، رشة ملح، و 1 ساشي تاع لو سوكر فانيي. ثم خلط كاع المكونات الجافة مع بعض. عندي هنا زوج حبات عبيض، غادي نسيباري لي جون دي بلون، نحتفظ بيض بيض على جهة باش نطلعوه من بعد. نضيف صفار البيض على باقي المكونات، ثم نبدأ نضيف الحليب غير بشوية. عندي هنايا 35 سنتيلتر تاع حليب. نكمل نضيف باقي الكميات على الحليب غير بشوية كما قلت لكم، حتى لي نكملوا كاع الكمية. بعد ما نكمل الكمية تاع الحليب، نضيف هنايا 80 غرام تاع زبدة. بيان سور الزبدة لازم تكون ذايبة، تذوبوها سوا في اون كاسرول ولا تذوبوها في الميكرووند وتخلوها حتى تبرد عاد باش تضيفوها للخليط. دروك نبدا نطلع في البياض البيض. العمليه هذه ما تديكمش وقت بزاف، حوالي دقيقتين. فوالا، هو بياض البيض طلع بيان كوم الفو. دروك نضيف بياض البيض اللي طلعته للاباط، ونخلط بهذه الطريقه. شوفوا مليح كيفاش راني نخلط، دائما نبدا من تحت ونطلع للفوق، نعاود تاني نبدا من تحت ونطلع للفوق. اذا نكمل الخلط بهذه الطريقه حتى اللي يتخلط بياض البيض مليح مليح مع لاباط. فوالا، هذه هي لاباط اللي نتحصل عليها. شوفوا كيفاش تجي دايره، تجي تشبه لاباط تاع لي كريب مي ثقيله عليها شويه. الوغ نغطي العجينه ونخليها ترتاح لمده 15 دقيقه الى 20. بعد ما ترتاح العجينه نجيب لاباغي تاعي، لاباغي غوفر، نسخنها ندهنها بشويه تاع الزيت ولا زبده باش ما يتلصقوناش لي غوفر فيها.
هنا كيما راكم تشوفوا لاباط تاعي درتها في ام فيغ ميزوري باش تسهل عليا الخدمه. ونبدا نفرغ ونعمر كاع هذوك الفراغات مليح، مي ما نكترش بزاف باسكو من بعد تفيض لي. فوالا كيما راكم تشوفوا عمرت الاولى، باقي نزيد الجهه الزوجه بنفس الطريقة تاني. وضربوكم بالله على باغي ونخليهم يطيبوا. فوالا شعل الضوء الخضر، صافي دير كيو طابو. شوفوا كيفاش جاو دايرين. الا بغيتو تشوفوا وصفات واحد اخرى دخلوا في القناة تاعي دريمز اتش اس ان، ودخلوا في البلاي ليست كوكين. شوفوا راهم طابو مليح مليح، تحمروا وجاو طريين. دونك نزيد نكمل نطيب كاع لو غيست، يا ابخي نوريكم لا ديكوراسيون اللي درتها. بالنسبه للديكوراسيون انا هنا غادي نستعمل زوج تاع لي غوفر، غادي ندير وحده فوق وحده، وفي الوسط غادي ندير لي فريز كيما راكم تشوفوا، كل حبه قطعتها على زوج ونستفهم حدا بعضاهم بهذه الطريقه. وهي من الاحسن ديروا لا كريم شانتيي، انا ماهيش عندي لا كريم ليكيد في الدار، سي بور سا ما خدمتهاش، مي دو بريفيرونس ديروها. فوالا ستفت هاد لي فريز بهاد الطريقه، ابخي نزيد الحبه الزوجه من الفوق، سي بور سا قلت لكم دو بريفيرونس ديروا ان كريم باش تلصق لكم الحبه الزوجه. ومن بعد نذوب الشوكولا ونعمل بها خطوط من الفوق. نزيد نضيف حبه تاع فريز من الفوق كيما هكا بهذا الشكل، وفي الاخير نذري شويه تاع لو سكر غلاس. طبعا هذه فقط فكره للتزيين، كاين افكار بزاف، ممكن ديروا فواكه واحده اخرى كيما لي بانان لي كيوي كيما تبغوا نتوما على حسب ما راه متواجد عندكم في البيت. فوالا دونك هذا هو الشكل النهائي، نتمنى يكون عجبكم. انا سيبو ما قديتش نصبر، نخليكم ونروح ناكل.